كده بيقول لي الاثنين اللي انا عملتهم بالحاجات اللي انا قلت لكم عليها ما كلفونيش كلهم الاثنين مع بعض مش معديين 60 جنيه. السلام عليكم. من اهم المعدات اللي لازم تبقى موجوده معاك سواء تبدا بقى على اليوتيوب او تبدا تصوير اي فيديوز عامه هي الاضاءه. بس لو انت مش معاك ميزانيه تشتري بقى اضاءات وتشتري سوفت بوكس وكده فتعال اقول لكم ازاي ممكن نعمل وحدات اضاءه كامله باقل تكلفه. يلا بينا. اول حاجه هنحتاجها معانا هم جردلين بتوع ابويا زي كده. تشوف اي نقاش تشوف اي حد بيخلص دهان شقته وتاخدهم منه. تاني حاجه هنحتاجها هم لمبتين. انا جبت لمبه 12 واط الواحده تقريبا ب 20 جنيه بس في بس انا جبت احسن يعني نوع كويس. ممكن تجيب نوع اقل من كده او ممكن تجيب يعني لمبه واط اعلى وكل ما تعلي يعني هيبقى احسن. ممكن تجيب 15 واط او ممكن تجيب 12 واط نوع كويس. تالت حاجه هنحتاجها هم دوايتين. الدوايه دي جبتها تقريبا واحده ب 3 جنيه ونص. ربع حاجه هنحتاج اسلاك زي دي وعلى حسب بقى انت محتاج السلك بتاع الاضاءه يبقى كام متر. لو انت محتاجه مثلا 3 متر فهتجيب حته 6 متر عشان بيبقى مزوج. انا دول كانوا حتتين باقيين عندنا في البيت فخدتهم. هنحتاج برده تاني فيش فيشتين. الفيشه من دي ب 2 جنيه تقريبا وبكره لزق ب 2 جنيه برده. وهنحتاج ورق الومنيوم فويل دي تقريبا ب 10 جنيه. احنا مش هنحتاج كتير انت ممكن تشتري بالمتر يعني يحتاج مثلا حوالي 2 متر او كده هيبقوا في حدود 5 جنيه مش اكتر من كده ان شاء الله. وهنحتاج ورق زبده. الورق ده الفرخ انا جبت فرخين الفرخ بجنيه ونص. بس دي كل الحاجات اللي انا هستخدمها النهارده واقول لكم هنعمل بيها ايه وهنشتغل ازاي بالظبط. لو حسبت كل الحاجات دي كده مش هتلاقيها معديه مثلا 60 70 جنيه وهنعمل بيهم وحده اضاءه كامله وهتشوفوها في الاخر. اول حاجه هنعملها اننا هنغسل الجرادل دي. هوريكم شكلها بعد ما اتغسلت. وانا جيت اغسل الجرادل دي ما كانش معايا سكينه معجون وكده فمش لازم كده كده اصلا من جوه تبقى بتتعمل بورق سلوفان. هو بس الغسيل عشان تبقى شكلها حلو من بره بس لو حد يعرف يغسلها تمام مش هيعرف مش لازم يعني. اول حاجه نركب الدوايه دي كده بعدين ندخل السلكين دول كده نجيب طرفين من السلكين دول كده من هنا بعدين هنقص كده زي ما انتم شايفين. تمام ماشي. انا فكيت السلكين دول زي ما انتم شايفين كده قصيت الحته البلاستيك اللي فوق بعدين هركب دي هنا كده هفك المسامير فك المسمار ده كده شويه وده كده شويه بعدين هركب دي هنا كده ودي هنا كده تاني وهربطهم. بس كده هربطهم واوريكم الفيديو بعد ما اخلص. ربطت المسامير زي ما انتم شايفين كده اهي ربطت المسمارين دول بعدين هقفل بقى البتاعه دي كده عليها اعملها كده وهقفل دي كده تاني. هي قفشه بس ثانيه حاولوا تستخدموا سلك رفيع عشان يبقى سهل في البتاع كده كده مش دي اللمبه دي مش احمال فاي سلك زي ده كده هيبقى احسن. يعني لو سلك زي من ده مش من التقيل ده هيبقى افضل. بس عملت دي كده هعمل الثانيه زيها وهرجع لكم تاني. لو السلك رفيع زي كده ممكن تلفوه على بعضه كده تتنوه على بعضه تلفوه كذا لفه كده يبقى كده بالشكل ده. عملت الثانيه بنفس الشكل كده زي ما انتم شايفين ركبت الدوايه الثانيه كده بقى عندنا دوايتين متركبين. هنشوف بقى الخطوه الجايه هنعمل ايه. بعد كده خرمت الجردل من هنا وعديت منه السلك كده بالدوايه بس حاولوا الفتحه اللي تخرموها من هنا تبقى على قد السلك بالظبط بالمفك كده عشان بس الدوايه لما اشدها من هنا كده كده تبقى الدوايه ثابته تبقى الدوايه ثابته من هنا كده ما تتحركش. وهحاول برده ان انا ممكن اثبتها من هنا كده باي لزق او حاجه عشان تبقى الدوايه من جوه ثابته ما تتحركش اللمبه ما تتحركش. او في مره انا عملت البتاعه دي ثبتها بخشبه من تحت من هنا وخشبه من هنا وثبتت عليها الدوايه. بس اي طريقه يعني المهم ان الدوايه دي كده بقدر الامكان تبقى ثابته وفي النص بالظبط. الخطوه اللي جايه ان انا هعمل ورق السلوفان ده الف كده في كل الجردل ادخله كده والف بيه الجردل كله
السلوفان ده هدفه ان هو ما بيشتتش الضوء، يخلي الضوء يفضل يطلع في اتجاه واحد، يعني ما يمتص. مثلا لو دي اي لون تاني ممكن يمتص الضوء، بس ده هيخليه بيعكس الضوء يطلع في اتجاه واحد. وبعد كده الورق الزبده ده بينعم الاضاءه. هوريكم حاجه حاجه، يعني هخلص دي واوريها لكم. برضو بعملها بلزق كده من هنا، بحس ان هي تبقى ثابتة ما تتحركش. بس ده الشكل النهائي بتاعها كده. حاولوا برضو ما تبقاش فيها الحتة دي كده، انا هغطيها دلوقتي برضو وتبقى معمولة سلوفان كلها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده كده قفلتها هي كاملة من غير اي فراغات، يعني دي بس كده تتضرب الدواية، بس كده قفلتها تقفيل كامل. طيب انا لقيت جردل تاني انضف من ده، عشان التاني كمان اتكسر فالحمد لله. عملت الجردل التاني هو كمان اللي هو السيركل بتاعه الابيض، ثبت السلك بلزق هنا عشان الدوايه دي تفضل مشدوده كده في النص بالظبط، فتسنتر الاضاءه على طول ما تفضلش مشتته كده او تميل كده او كده. يعني هركب بقى الفيشه دي كمان اهي، هدخل السلك ده من هنا بعدين هقص دي كده برضه، هشيل البلاستيكه دي كده من هنا، شلت البلاستيكه منهم اهو. بعدين هفك برضه زي ما عملت في الدوايه كده، هفك المسمارين دول، بعدين هركب السلكين دول كده هنا واقفل عليهم. ركبت الفيشه اهو بالشكل ده، هعمل التانية برضو زيها، وخلونا نجرب كده اشوف اللمبة هتشتغل قبل ما اركب الورقة بتاعت الزبدة، اشوفها هتشتغل ولا لا. بسم الله. اوه جامد، اشتغلت الحمد لله، بس هي محتاجة الدواية دي تتثبت، فحاول اشوف لها حاجة كده اثبتها بيها. احط بقى ورق الكلك، ورق الزبدة ده كده هنا. الورق ده دور ان هو بينعم الاضاءة، ما تبقاش حادة كده على وشك، فتبقى الاضاءة سوفت زي السوفت بوكس. بس جبت فرخ كبير فهقصه عشان اعمله على الاثنين. وبكده بقى عندنا الإضاءة التانية. خليهم بقى جنب بعض. بس زي ما انتم شايفين كده عملت اضاءتين باقل تكلفه كده، من غير الاضاءه دي بالاضاءه زي ما انتم شايفين، ده الفرق. نصيحتي بس وانتم بتعملوا حاولوا تستخدموا اضاءه اكبر من كده بكتير، يعني انا جايب 12 واط، فحاولوا تجيبوا حاجه مش اقل من 15 واط او حاجه تكون اضاءه شديده عشان تبقى الاضاءه اشد من كده، لان كده انت بتحط عليها ورق زبده ده عشان ينعم الاضاءه، فالاضاءه بتبقى قليله اصلا بسبب الورق ده، فحاولوا تخلوا حاجه الاضاءه بتاعتها تكون اكبر. وكمان لما تيجوا تستخدموا سلك، يعني انا مستخدم نوعين من السلك اهو،
فاستخدموا نوع من اللي هو الرفيع ده عشان يسهل عليكم الفك والربط في المسامير الصغيره. بس كده دول اللي الاوتين اللي انا عملتهم بالحاجات اللي انا قلت لكم عليها، ما كلفونيش كلهم الاثنين مع بعض مش معديين 60 جنيه. بس عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتنزلوا تعملوا سبسكرايب وتاخدوا لفه بقى في التشانل كده. بس كده، سلام.